جولتنا المنوعة بلشت وبدايتها حنحكي عن محل بيضم أقدم الأسماك المتحجرة بالعالم والموجودة بمدينة جبيل اللبنانية واللي بيعود عمرها لأكثر من 100 مليون سنة. وحننتقل لنحكي عن شاب يدعى كمال، عمره 38 سنة وتزوج وهو بعمر 18 عام وأنجب 7 أبناء، وزوج ابنته الأولى بعد ما بلغت من العمر كمان 16 عام، فأنجب الطفلة وحفيده الأول وأصبح أصغر جد بالوطن العربي. وبجولتنا الأخيرة حخبركم عن تجمع عشرات الآلاف من المتحمسين والمتفرجين الفضوليين على أحد الشواطئ بفرنسا لمشاهدة 80 مركبة تم تصنيعها قبل عام 1947، وهي بتنافس وجها لوجه ضمن سباق للسيارات الأثرية بالبلاد.